فقرة صناديق التطبيقات مع العزيز الجميل مهدي. مساء الخير. مساء النور. منورني. فدوى قلبك. يا حبيبي. حبيبي. هذه الفقرة شايفة؟ أي. مجموعة صناديق، تختار واحد أو تختار اثنين، تترك واحد بعد الاختيار يمك. هاي هي. خلي يساعدون فريق الإعداد يطلعون الصناديق على الشاشة. الانستغرام. ليش؟ أنا أحب الانستغرام. خير الأمور أوسطها مثلاً. أي. أوكي، يعني صندوق واحد تختار؟ أي. يلا تمام، فتحوا لنا الانستغرام شباب. الله، ستيف هارفي. اكثر شخص هو اثر بي بالبدايه ستيف هارفي. مجنون بي كلش. ليش انا اقول لك ليش؟ هي. لان هو شخصيه كانت يعني عاش بوقتها 3 سنوات بحافله صغيره، يعني كان متسول بالشوارع و هاي بالحياه الواقعيه. اي بالحياه الواقعيه. اي اوف والله، عاش 3 سنوات يعني بحافله، قلت لك وراها صعده مريبه يعني. زين، شنو الضرر اذا تطرح هيك افكار مثلا؟ اذا عندك هيك معلومات حلوه ليش ما تطرح هيك افكار؟ هواي شغلات ببالي، بس انا احب يعني اطرح القضايا الاجتماعيه. اللي راح يستفاد من هذه الامور ناس قليله. اما تطرح السلبيات اللي بالمجتمع، هواي ناس تراسلني تقول لي اني عن طريق انتقاداتك، عن طريق المواضيع اللي تطرحها، احنا وعينا اكثر، ما كنا نعير اهميه. مثلا طرحت موضوع مواضيع التعليقات، يعني يقولون اغلبها تسوي اي شيء بحجه الشخص. هسه ظلوا ينتبهون على الكلام اللي يطلع منهم، ومو يعني مو شرط انه شخص. هاي مثلا حبيت الفكره. اي صح، تقدر تسوي اي شيء بحجه الشخص. اي هو هذا كل شيء اللي يسويه هسه حجه الشخص. اي وهذه مشكله عظيمه. عادي شقة. اي تعرف مرات الانسان ما ينتبه على اشياء سلبيه بالمجتمع، اكو اشخاص تنبهه، وانت احد هذا يعني احد الاشخاص اللي ينبهون المجتمع حقيقه. صحيح. كلش حبيت هاي الفكره يعني، يعني كلش حابه اسولف بيها. تمام. ان شاء الله نسوي فيديو فد يوم انا وياك ونسولف. صار طبعا اتشرف اكيد فدوى القلب. فدوى العمر.